سيادة النقيب، القصة طولت كتير وانت قلت لي اسبوع 10 ايام تخلص القصة وبتعتقلوا ولا كارول. معك حق، بس وحياتك بإيدي هدول حط كارول بالسجن. قلتي الحفلة يوم الجمعة ما؟ ايه. بدي اياك تديري بالك منيح. ايه طبعا ان شاء الله. اكيد. شو صار مشان نصت النوم برات البيت؟ حليتها ليوم واحد، يعني بقول انه بدي نام عند ليلى بالمدينة الجامعية وبيمشي الحال. منيح. دخلك كيف ليلى؟ منيحة. أنا بالإذن سيادة النقيب لازم أمشي. خليني أوصلك. لا لا شكرا كثير لك. ماما 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 ليش هيك عملتي؟ فتحي لعيونه شزا، فتحي لعيونه، فتحي لعيونه شزا، فتحي لعيونه. بس كل يوم أمي زموها، أمي زموها، رح أكب الموبايل، أمي زموها يا أمي يا أمي يا أمي، لا تتركيني يا أمي زموها. المرة اللي تحملتها كل عمرها بقسوتك وبظلمك وتحملت كل القهر اللي عملته فيها، ما قدرت ابدا تتحملها شهرين ثلاثه. ليك ابو صبحي ارتاح، سماح ماتت، عم تسمع. روح الله لاي. يا اهلين ابو الخل. اهلين فيك. نور الفرع. شو هالزياره الحلوه هي؟ اي أيوة والله كثير حلو يجي الواحد هيك يزور فرع قبل. صدقني نحن ناس طيبين، لا تصدق الكلام اللي بيحكوا علينا برا. ايه اكيد ولو. كانه شفت جارتنا لما بنت ابو محمود طالعه من هون. ابو الخل نحن بنجيب الناس نحقق معها، مو بتجي الناس تسالنا، شو بقى؟ على كل حال انا جاي اسالك عن خالي. ليش شو بو خالك؟ والله ما بعرف، بس دائما صاير متضايق ومعصب ومتوتر، فقلت لحالي بجي بسألك بركي بتعرف شو بو. انت ليش ما خبرتني عن سعاد وشفيه من الاول؟ يعني شو كان لازم اقول لك؟ والواضح ان سعاد كانت تحبه، هل هو بيحبها ما بيحبها ما بعرف. بعدين انا لمحتهم بالصدفه وصرت هدده لشفيق مشان يتقدم لها. اكثر من هيك ما كان فيني اعمل شيء، اكيد ما كان فيني اقول لك. بتعرف هالشيء؟ انا ما كان عندي مشكله انه شفيق يحب سعاد،
أو سعاد تحبه. أصلا ما كان فيني أمنعهم، بس اللي جرحني إنه ما قال لي، حسيته إنه خانني، طعني بضهري. سعاد كانت تعبانة كتير، تعرف شو يعني بنت تطلع لسبب هي ما لها علاقة فيه، إنه ما بتجيب أولاد. لما وصلت للأربعين بدا خوفها يكبر، كيف بدها تكمل مشوار الدنيا وهي عانس ووحيدة؟ أنا لما جبرت إني أعطي كريم لهدى، كنت شايف سعادة قديش عم تتعذب. كنت أدعي لربي الله يبعث لها نصيبها، بس يكون رجال وقدع وابن حلال يخاف عليها ويحميها. أنا بعرف إنه شفيه ما قتلها، شفيه ما بيقتل، بعرفه منيح. بس يعني استغل ضعفها الله يسامحك يا هاشم، لو خبرتني بكير كنا طبينا القصة قبل ما تكبر وتكبر ويصير اللي صار. صار اللي صار. مظبوط، صار صار. شو بدك تعمل هلأ مع شفيق؟ الله ما لي عرفان يا حاجي، يعني قعدته بالسجن ما لها معنى، بالعكس عم تخليني أحس بالذنب. احنا في بيننا عشرة عمر، يعني خليها للتحقيق، ما بعرف لوين ممكن يودينا. شو؟ كأنك نسيتيني؟ لا بس قلت لحالي بتكون مشغول كتير. إيه بس كنت مشغول كنت تحاكيني، بعدين أساساً أنا دائماً مشغول ما بفضى. بس أنا ما فيني أتعامل معك كرفيق. لأنه أنا بحبك. مشان ما عزبك وريحك قطعت كل اتصالاتي. على فكرة أنا من بكرة رح أتوظف هون بالمدينة، أموري بخير الحمد لله. بس هذا لا يمنع أنه نكون رفقات. أنا ما بقدر، ما بتزبط معي أبداً وأنا بحبك. بس صدقني إذا احتجت أي شيء ما رح روح لعند حدا غير لعندك، لأنه أصلاً مالي غيرك هون الشام. طالما حكيتي هيك فيك تدينيني شي 5-6000 ليرة للشهر الجاي؟ خلص بكرة رح أخذ سلفي ورح دينك ياهم. زكي خلي هدول معي، بس طب بدي أول راتب ترشو بيها. كأنه أنت تعبان شوي. مو بس تعبان، فارط من التعب. بدي أسمع الأخبار الطيبة ها، وإذا بصير معك أي شيء فورا بتخبريني. تصبح على خير. وانت من أهلا. خالد خبرني معلم، خذ البرافال اللي عندي على البيت. يلا فورا.
بابا شو رأيك نساوي لون جديد للمحل؟ لا بابا مو وقتها هلا. الله يخليك. مرحبا مختار. أهلين أبو جرجي. كيفك؟ الحمد لله. وينك يا رجل مختفي؟ ما في شيء بين الأيادي. جبت لك معي المصاري تبعت المعرض. طبعا خصمت منهم كل شيء أخذته مني ومصاريف الشحن. مو مشكلة. سيدو؟ الأمور معلي. خذ المصاري يا عمي. أي تكرم. شرف. خيو بدي روح أنا وياك مشوار لحالنا. لوين؟ في زلمة بدي أشوفه أنا وياك، بدي أعمر فيلا بالشام ولازم اليوم أشوفه. عم شرجي الله يخليك، أنا هالكم يوم وراي أجل لي القصة. طيب مثل ما بدك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. اللي شوفي قلك ما في شيء. شلون بدك يعني شوف وشك هيك وما اسالك شوفي؟ لك ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. لك بار بار بار. شو يعني تفرش عنه؟ أنا مضطر أفرج عنه لأنه ما في أي دليل ضده يا سيد مختار. طيب والرسائل يا سيادة المحقق؟ الرسائل مو دليل، حتى هي على شكل مشادات، يعني ما في أي مبرر للقتل. ولحظة وقوع الجريمة كان بالمحل. اللي بتشوفه حضرة المحقق. يلي بشوفه القانون يا سيد مختار. بالإذن. الله معك. يا ابني. روح جيب لي شفيق بسرعة. بدك تضلك هيك حاطة الحزن والشر؟ بدك تحكي لي حكاية مثل أيام زمان؟
بابا وبعدين؟ يعني الحياة لازم تستمر؟ عن جد صار كتير هيك بابا، أنا فعلياً صرت كتير خايفة عليك. أنت ما بتصدق قديش أنت متغير. أنا ما عم شوفك إلا مهموم ومقهور وزعلان. الله يرحمها عمته، بس حزنك عليها ما رح يرجع لك إياها. أنا وياك بنعرف هذا الشيء كتير منيح. طب كرمالي إذا قلي معزة عندك أبي. ما بدك تقلي شي. كيف شغلك؟ ماله منيح. ما علقت يعني. إذا بدك شي مري على المحل خدي. أبي أنت كل العالم تشهد بذكاك، هذا اللي طلع معك؟ ما ساطلعي وسكري الباب وراكي. لا أبي ما بدي أطلع، وبدك تسمعني. أبي مو بس شغلي اللي ماله منيح، كل شي بهذا البيت مو ظابط، لا بالبيت ولا بالمحل ولا بالورشة ولا بالشام كلها. أبي أنت بس تكون مقهور، أنا بحس الشام كلها مقهورة وحزنانة ويأساني. بابا، بابا مو أنت اللي بتنكسر. أنا انكسرت ومشي الحال. كسر طهري يا بابا. مو صحيح. بلا صحيح. انت ما بتعرفي شو يعني اقرب الناس اللي يطعنك. طوال الوقت كنت مفكر انه عم يسندني ويقويني، طلع الكلب عم يطعني. بابا عمتي كان مكتوب كتابه. القصة مو بالكتاب بابا، قصة انه انضحك على ابوك. ومن مين؟ من اخته ومن اعز رفيق عنده. يا لطيف على الدنيا شو من كلب. الله يسلمك، تعيشي. ما بين شي معكم؟ لا هلا ما بين والله. مختار شبك؟ ولا شي، تعبان شوي. مختار انا رنا، بعرف صوتك منيح لما بتكون تعبان. هذا مو صوت مختار التعبان، شوفي احكي لي. كسر ظهري يا رنا، كسر ظهري. ليك يا مختار، انا بعرفك منيح، بعرف انك مليت من كل الناس اللي حواليك، بس انت قدها وانت بتقدر وانت قوي. بس مو هالمرة يا رنا، مو هالمرة. كل مرة يا مختار. كل مرة، بس انت كون انت شي مرة. كل مرة عم كون فيها انا عم بغرق اكتر. ولا مرة قدرت تكون انت للآخر. معلش يا مختار تسمع مني هالمرة، لازم تشلح توب الرجال القوي اللي انت لابسه. معلش شي مرة تنزل من على ظهرك كل الاشياء اللي حاملها لحالك وتتذكر انك بني آدم. لا تزعل مني يا مختار، أنا المفروض متصلة فيك لحتى واسيك، بس ما عم بقدر كذب عليك. بدي أقول لك ياها بالقلم نشرح، أنت بنهاية القصة بني آدم، ولكل بني آدم طاقة. ابكي يا مختار. ابكي، البكي بيغسل وبريح. ابكي قد ما بتقدر. أحياناً بس نقتنع أنه نحن ضعاف ولو لفترة قصيرة، هذا الشيء بيريحنا كتير. رنا، فيني أطلب منك طلب؟ أكيد. ياكي تقنعي ما ساعة تجي لعندك كم يوم.
ما بدك اياها تشوفك بهالحاله، يعني بعدك عم تهرب وتلبس اقنعه. لا لا رنا، مو هيك مو هيك ابدا، بس ما بدي ماسة الداية. الجو عنا بالبيت وبالحارة كتير سيء، وماسة لساتها بأول عمره وعنده شغل. خليها تبعد شوي يا رنا، أريح إلها وإلي. ماشي، أنا بحكي معه. مختار حاول تكون بخير. تسلمي لي، لساتك مثل ما أنتي، الوحيدة بهالدنيا اللي بتعرف كيف تريحني. بخاطرك. مع السلامة. ألو، كرامي سيدي، هدول العصافير صاروا جوا. ماشي، علم، احترام. حكيت معي ماما، قال بده ياني سافر لعنده. معليش بابا، لازم تبقي معه شوي. بس أنا ماني حابة أتركك أبداً. بروح إذا بتوافق تروح معي. مالي أدرى بابا، والله مالي أدرى. معناها بدي منك وعد إنه تلحقني. بحاول بس ما بقدر وحدك. حاول. أمرك بابا، أمرك. وين لما؟ فوق. شو يا محترمي؟ تفضل يلا يلا. وين لما؟ وين لما؟ خذوها. خلينا رايقين يا حلو. احترامي سيادة العميل. نمر، انت شو جابك لهون؟ اللي جابك سيدي والله. بتحب نروح برواق ولا هيك تنبهدل قدام العالم؟ فضل ما تعمل شيء ممكن تندم عليه يا نمر. أنا حابب أندم عليه كثير. شرف الدمي. ولك أنت واحد أسرع! شرف. شرف. حبيبي. والله ما بعرف شو بو، صلوا فترة ما عم بيحكي مع حدا. بيصير خير، ما في مشكلة. إذا قدرت تفهم منه بس طمني. الله يخليك. ولا يهمك. رح ساوي لك فنجان قهوة. لا بلا. معنا ده يا هاشم؟
معناه ده يا نمر. ممتاز، هاشم عم يشتغل مع واحدة عاهرة. مع واحدة عاهرة. ما عم صدق هاشم، ما عم صدق انه تتورط انت بالغلط من ساسك لراسك. ما في اساس. بلا، الاساس موجود فينا كلنا، بس بتفرق كيف تتعامل معه. وهيك بكل بساطة بتنجر مثل اي مجرم؟ معك حق. فكرت اني فيني العب نفس لعبتهم، بس اكتشفت اني صعب كتير كون مثلهم. ما بعرف، مشان هيك انكشفت من اول خطوه. شف لي على الغباء، شف لي على الغباء. سعاد شو ذنبها بكل هالموضوع؟ سعاد مشكلتها انها بالطرف الثاني، مو بهذا الطرف. حاولت توسخ الطرف النظيف بحياتي، مشان هيك كان لازم تخبر. هون عم تفرطي بشرفك وشرف عيلتك؟ لو سمحت هاشم، يا ريت ما تغلط بحقي، أنا بنت حبيت وبس. سعاد، أنا بعرف كل شي عم تعمليه. انت اصلا شو دخلك فيني شو ما عملت؟ لا تكون مفكر حالك الوصي الشرعي علي. لا اكيد لا، بدي اسالك بس، شو مشان مختار وامي؟ بترجاك هاشم، لا تعمل حالك انك خايف على سمعتي وشرفي منشان تبتزني وتفضحني. انا بنت متجوزه على سنه الله ورسوله، غيره شو لك عندي كمان؟ حقيقة أنا شخصياً ما إلي عليك شيء، وهذا اللي عم تعمليه مو مفاجئني. أساساً هو من طبيعتك كمرة، رح حاسبك عليه. أنت سعاد مشكلتك الوحيدة، طلعين مشكلتك الوحيدة تماماً إنك خلقتي بالمكان الغلط. صار خالي ذكية ما بيستاهل يصير فيه هناك، بدك تمسكها. مع اني كنت متفق مع العميد جميل اني اخبرها بكل شيء، بس ما خبرتها. ايه اخي نمر، عرفت لي شو بقول؟ هاشم، thank you.
عفوا مدام. خير؟ بقدر ساعدك بشي مدام؟ حبيبتي أنا اللي رح ساعدكم بهذا المحل. ليش مين حضرتك؟ أنا بكون مديرتكم الجديدة. لو سمحت الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية، ما بدي أعطلكم، الله يعطيكم العافية، الله يقويكم إن شاء الله، الله يقويكم. الأخير شو صاير؟ لأنه ما دفعنا للبنك، بدي نشمعوا المحل بالشمع الأحمر. فعلاً يوم ليك، يوم عليك، مش كل يوم دايماً معك. رح أسوي لكم شاي.